وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة فضل عبد الغني، رئيس شبكة سورية لحقوق الإنسان. سيد فضل، أهلا بك ضيفا على شاشة الحدث. إذا نتحدث اليوم عن كل هذا المجازر فيما لا يقل عن شهرين، بداية هل تم توثيق كل هذه المجازر التي ارتكبتها قوات النظام؟ نعم، نحن نتكلم فقط عن يعني منطقة الغوطة الشرقية، فقط تحديدا 14 مجزرة في الغوطة الشرقية في أيلول تشرين الأول. في شهر أيلول الماضي نحن سجلنا 27 مجزرة في عموم سوريا، والآن يعني في شهر تشرين الأول هناك قرابة 24 مجزرة. سيصدر التقرير عن كل مجازر سوريا. نحن سلطنا الضوء على الغوطة الشرقية في هذا التقرير تحديدا لأنها تتعرض في الحقيقة لأمرين معا، هو أمر الحصار وأمر المجازر. طبعا الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي من أبرز الجهات المعتمدة لدى الأمم المتحدة، ولديها تنسيق مع لجنة التحقيق الدولية وكل وما إلى ذلك. فإذا نحن نعتمد يعني ستاندرد معين في توثيق المجازر، نعم. يعني وفي توثيق الضحايا يعتمد على رواية أحد الأقرباء. طب سيد فضل، يعني أيضا هل هناك حصيلة موثقة لأعداد الضحايا الذين سقطوا في هذه المجازر؟ في مجازر الغوطة الشرقية فقط يعني سقط، ونحن نتكلم فقط عن المدنيين يعني، ولا نتكلم عن المقاتلين لحتى نشير إلى يعني أعداد الضحايا الذين يقتلوا بسبب القصف العشوائي أو القصف المتعمد. نحن سجلنا 274 شخص بالاسم وبالصورة وبتاريخ الاستشهاد وبمكانه أيضا. ولاحظنا أن الأطفال كانوا 71 طفل ولدينا 40 امرأة، يعني 41% من الضحايا من المدنيين و 59% هم رجال. في العادة لا تتجاوز نسبة النساء والأطفال 2% في الحروب النظامية، ويعتبر هذا إذا تجاوزت النسبة فيعتبر دليل على تعمد استهداف مدنيين. نحن لدينا 41%، يعني أكثر من نتكلم عن 20 ضعف العدد النظامي، وبالتالي يعني هذا دليل على تعمد وعشوائية الهجمات وتعمدها في الوقت نفسه، هي عشوائية. نعم. وأيضا متعمدة في استهداف المدنيين. طب ماذا عن باقي المناطق التي أيضا يعني شهدت عدد من هذا المجازر؟ تحدثت أو ذكرت عن الغوطة الشرقية، ماذا عن باقي المدن لو تذكرها لنا أيضا؟ يعني أغلب المحافظات السورية هي تعرضت إلى مجازر. البارحة كان المجزرة الأبرز في استهداف مخيم للنازحين. أحب أن أشير إلى هذه النقطة لو سمحت لي. نعم تفضل. وسيصدر يعني تقرير موسع حول استهداف مخيمات النازحين. مخيمات النازحين هي مخيمات داخل سوريا. الاستهداف البارحة كان الاستهداف التاسع لمخيم للنازحين. كان قبل ذلك استهدفت مخيمات للنازحين على الحدود التركية، واستهدفت أيضا مخيمات للنازحين في محافظة درعا. أخيرا نحن لم يعد أحد يتكلم عن القرار 2139 الصادر 22 شباط، يعني وهو قرار مجلس الأمن. نعم. الذي يعني حظر الهجمات العشوائية وتوعز باتخاذ إجراءات عاجلة، يعني يصدر قرارات في لمجلس الأمن، ونحن لا نتكلم هنا عن قانون دولي إنساني أو مجلس حقوق إنسان، لا، نحن نتكلم عن صدور قرارات مجلس أمن، لكن يعني تنسى قرارات مجلس الأمن تنسى. إذن يعني هناك يعني أمر فظيع يجري في سوريا خلال 4 سنوات. نعم. طب سيد فضل، يعني لو سمحت لي مجددا، كما ذكرت أنه النصيب الأكبر من هذه المجازر ارتكب في الغوطة الشرقية، لماذا الغوطة الشرقية بالتحديد دون سواها؟ الغوطة الشرقية يعني كونها مركز أول شيء قريب من دمشق، وهي من أوائل المناطق التي يعني خرجت عن سيطرة النظام وأيضا التي شاركت في الثورة، فيتم الانتقام منها بشكل كبير جدا، وأيضا فيها نسبة كبيرة جدا من الجيش الحر وأيضا أعداد بشرية ضخمة. فيعني يتم ضرب الحاضنة الشعبية بشكل هائل جدا عبر الحصار وعبر المجازر التي لم تتوقف عليها. هي تعرضت إلى الغوطة الشرقية، تعرضت إلى أكثر عدد من المجازر في سوريا، وبالتالي ريف دمشق هو في المقدمة، أصبح له أكثر من سنتين بعد حمص في مقدمة أعداد الشهداء، وأيضا هي تحت الحصار من شهر تشرين الأول 2012، وبالتالي يعني يتم شن عليها هجوم غير مسبوق من قبل الحصار ومن قبل الضحايا معا.
وبالتالي عملية ضرب الحاضنة الشعبية للمقاتلين عبر الانتقام من المدنيين. طب وهل من يعني رسالة بعينها يريد النظام أن يوصلها أو يرسلها عبر استهداف منطقة دون سواها بشكل عام سيد فضل باختصار لو سمحت؟ نعم، يعني حتى تكون عبرة للمناطق الأخرى، خاصة أن يعني بقية المناطق حتى المناطق المحاصرة مثلا في حمص تم استنزافها بشكل كبير جدا. نعم. وهذه تكون عبرة عبر المقارنة بين المناطق اللي عملت هدنات واللي خرجت عن سيطرة النظام وعبر المناطق الأخرى التي ما زالت تخضع إلى قصف واستهداف وحتى بالغازات السامة وما إلى ذلك. أنا أشكرك على حضورك ومشاركتك معنا فضل عبد الغني رئيس شبكة سورية لحقوق الإنسان، شكرا لك.